اليوم غادي نهضروا على حاسوب اللي هو ولا حاجه ضروريه في البيت، واخا كاين الهاتف يبقى الحاسوب لابد منه لانه حتى هو من الاولى من الضروريات في البيت لاغراض شخصيه واغراض معلوماتيه. الحاسوب اليوم غادي نهضر لكم على واحد النوع ديال الحاسوب ديال واحد الشركه اللي هي معروفه في السوق عالميا، هي الاش بي. الاش بي كما كتعرفوا من ضمن الماركات الرائده في صناعه الحاسوب اللي هي مشهوره في السوق عالميا وفيها الجديد مع السوق، معروفه بالحواسيب ديالها. اليوم نهضر لكم على واحد النوع ديال الحاسوب اللي هو استعمال منزلي اللي كيتميز بالبطارية اللي كتصبر مدة أطول، زيد على ذلك الحجم الصغير ورقيق خفيف، يعني اللي كيتميز به هذا النوع ديال الحاسوب كما كتشوفوا معايا هنا. هانتا الشكل ديالو صغير ورقيق، وهذا اللي هو من ضمن الحواسيب اللي موجودة في السوق، زيد على ذلك كتميز بالأثمنة اللي هي مناسبة، لأن يعني هذا حاسوب غير الاستعمال المنزلي ولا الاستعمال الدراسي اللي تقدر تخزن فيه المعلومات ولا تقدر تقرا به الإكسل والوورد إلى غير ذلك. الحاسوب كما كتشوفوا معايا وهذا يتميز بالشكل ديالو الانيق كما كتشوفوا معايا، هذا اللون اللي هو يعني كيتميز به، ما هو ابيض ما هو بحال البلون كاسي كما كتشوفوا معايا. اش بي نوت بوك، يعني غير من خلال الاسم كيبان بانه استعمال منزلي. نوت بوك يعني بحال تسجيل المعلومات ولا تخزين المعلومات كما كتشوفوا هنا ديال الشركه دايره، يتميز بالبطاريه وتخزين المعلومات اضافه الى السرعه اللي كيتميز بها، واخا ماشي شي سرعه مجهده ولكن المهم شي سرعه اللي غادي تحتاجها باش تخزن المعلومات ديالك ولا دير شي بحث على شي موضوع مهم. هذه كما كتشوفوا معايا انتل انسايد، يعني من الجيل الرابع، هذه الاشاره كتدل ان هذا البي سي يرجع للجيل الرابع. وكما كتعرفوا الحواسيب كتسميت بالاجيال، كاين كاين الان و 2 3 4 5 6 7 8 9، لحد الان راه وصل ل 11، هذا هو الرمز ديال الجيل الرابع كما كتشوفوا معايا. حاسوب هو خشعل كيتميز بالصمت، يعني ما كيديرش الصداع كما كتشوفوا معايا. هاهي الشاشه سليم رقيقه فول اتش دي، يعني كتميز بالدقه العاليه في الشاشه كما كتشوفوا معايا هنا. شوفوا لي كاركتيرستيك ديالو، كما كتعرف اي حاسوب تتعرف لي كاركتيرستيك ديالو سهله، كتجي لهاد البوطونه ديال ويندوز كدير ار. نعاود معكم العمليه من جديد باش اي واحد اللي ما عندوش درايه بهاد القضيه يديرها. كدير كتجي لهاد البوطونه ديال ويندوز كدير ار، كتحل لك واحد لافيش صغير هنا حداك كما كتشوفوا حدا هنا، كنكتب فيه دي اكس ديالك، دي اكس ديالك كتكتب دي اكس ديالك وكدير اونتر. ملي كدير اونتري كتافيشا عندك واحد لافيشاج اللي هي كاع المعلومات اللي خاصه بالحاسوب كما كتشوفوا معايا. كاين دات اور دي جور كما كتشوفوا معايا، كيعطيك لا دات اليوم على الساعه، نوم دو لورديناتور ديسكتوب مع النيميرو السيري ديالو، سيستيم ديكسبلواتاسيون ديس فاميلي لونغ انيكس 64 كذا،
La langue كيما كتشوفو فرونسي. Fabrication du système Ewilt Bark Packard. Modèle du système HP Notebook. BIOS F22. Processeur Intel Air Celeron CPI. Une 3060 1,60 GHz. 2 CPI 1,6. La mémoire 4 Go. Fiche de pagination 2126 Mega. L'affichage, comme je suis à l'affichage avec le graphique, comme vous pouvez le voir là, il y a 512 pour le graphique. Et il y a Hassou, c'est dire le hat TX Diag, Windows R DX Diag, je vais te dire, Hassou, Chno, je vais te dire, 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 ستوكاج ديال الديسك ديال اللي كيبان لي كما كتشوفوا هنا مقسم على جوج ديسك ديال سي يعني في 145 الديسك ديال دي في 151 يعني الا جمعنا 151 و 145 يعني كتعطينا 320 هيا كما كتشوفوا معايا كما قلت لكم انا هذا الحاسوب هذا كيتميز بالشكل الصغير ديالو الانيق رقيق وخفيف زيد على ذلك يعني الساعات اللي كيتميز بها الباتري يعني يقدر يدير لك 5 سوايع 6 سوايع يعني فيه باتري زوين هما كنشوفو معايا هذا هو الامتياز ديال هذا الحاسوب زيد على ذلك هذا الحاسوب يمتاز كما قلنا لكم بالبطارية اللي هي كتصبر مدة أطول وحاجة اللي مهمة ومهمة بزاف هو الثمن ديال هذا الحاسوب اللي هو ثمن متناول للجميع يعني دابا حنا في المغرب غدير ما بين 1400 1500 1600 درهم تقدر تشري مستعمل ولكن في حالة جيدة إذا بغيتي تشري جديد غادي تشريه بديك 2000 درهم 2300 درهم ولكن حاسوب يعني كيتميز الاستعمال الزوين ديالو حاجة أخرى اللي كيتميز بها هذا البيسي هو الشارجور كما كتشوفوا معايا الشارجور ديالو اللي هو الجيل الجديد ديال لي شارجور اش بي اللي كيتميز بالفيشه رقيقه وراس ازرق طيط بلو هادو هما لي شارجور جداد ديال الاش بي اللي هما صراحه قلالين في السوق ولكن هذا كيتميز بالجوده العاليه ديال الاش بي كما كتشوفوا معايا جودة ممتازة في الديزاين ده بالنسبة للشارجور ولا بالنسبة للبي سي وانا بالنسبة نصيحة من عندي كمستعمل وهاوي للحواسيب بالنسبة لهذا الحاسوب هذا يعني ماشي كنشكره بزاف ولكن كاع اللي هو كيحتاج للبي سي غير الاستعمال العادي مثلا يدير بحث على شي موضوع في اليوتيوب ولا في جوجل ولا يدير به الدراسة ولا يدخل به المعلومات يعني هو في المتناول الجميع يعني كاع داكشي اللي غادي تبغيه غادي تلقاه فيه مع هاد الناس اللي كتستعمل البي سي على حساب المونتاج ولا على حساب باش تخدم به شي بروغرام ولا باش تخدم به لي تلعب به لي جو ولا تخدم به شي بروغرام اللي هو مجد ما كننصحش بهذا البي سي حيت فيه الفروس ناقص وفيه الجرافيك ناقصه الاحسن عاد ثاني هذاك خصو يدوز دوزيام ولا تروازيام ايطاب من انواع ديال الحواسيب هادشي اللي بغيت نوصل لكم كما قلت لكم بي سي في متناول الجميع والثمن متناول الجميع والصراحة انا كيعجبني الديزاين ديالو كما كتشوفوا هنا بيسي صغير 14 بوص يعني وكما قلت لكم بالنسبه للبيسي كتبقى
القيمه ديالو بوحديتها، واخا الهاتف كيتلقى فيه داك الشيء، ولكن الحاسوب لا، الحاسوب غتلقى فيه بزاف ديال الحوايج ما غتلقاهمش في الهاتف. هذا هو باش كيتميز هذا الحاسوب اللي هو كما قلت لكم اتش بي نوت بوك. ومن بعد غادي نهضر لكم على حواسيب اخرى ان شاء الله في الحلقه القادمه.